ماذا عن الدول التي تصنع الإرهاب؟ يعني حينما يكون سيناء أمنها معرض للخطر ثم يقوم النظام المصري، نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعملية التفريغ التي تمت مع خطورتها الشديدة جدا على أمن سيناء نفسه، حينما يظل مصدر لنا اتفاقية المشؤومة اتفاقية كامب ديفيد التي حرمت مصر من فرض سيادتها على هذه الأرض الواسعة من أراضيها. ويمكن احنا كان في حملتنا الرئاسية انا كنت من الناس اللي قلت ان احنا يجب ان نلغي اتفاقية كامب ديفيد، وانا من الناس اللي ارى ان من حق مصر ان تلغيها، والنصب اللي بيمارس علينا من اكتر من 40 سنة الغاء اتفاقية معناه اعلان الحرب. لا احد لا في القانون الدولي ولا في اي قانون يقول ان الغاء اي اتفاقية بين دولة ودولة بافتراض. دول الكلام ده للمعترفين بدولة إسرائيل، وأنا أعتبر أن هذا مشروع صهيوني تبرأ منه الإنسانية وهو خطر على الإنسانية كلها، وإحنا أكثر الناس عرضة لخطر هذا المشروع. هذا لن يعرض مصر للحرب ولا لغيره، ولا إسرائيل قادرة. إسرائيل اعتمادها الرئيسي على ضعفنا وعلى غياب إرادتنا وعلى تتالي نظم تحكم مصر من 60 سنة تماءت مصالحها مع مصالح الصهاينة وربطت مصالحها في الاستمرار في السلطة مع مصالح إسرائيل والصهاينة. واللي بيعمله النظام الحالي واللي ما قدرش يعمله هو في الجيش ليس أكثر من طلب حماية. والمعروف إن المشروع الإسرائيلي والصهيوني هو الطريق لقلب القوى الغربية وأمريكا. اللي عاوز يصل لأمريكا معروف إن عبر إسرائيل تستطيع أن تصل لأمريكا فورا، وده اللي بتمارسه كل الأنظمة المستبدة التي تحكم العالم العربي والفاسدة. إحنا الأكاذيب اللي عددها إحنا عشنا، وأنا كنت لما دخل 750 مش عشرات ألوف 750 فلسطيني سنة 2008 لما اتكسرت الحدود، وكان ربنا اللي قدر احمد ابو الغيط امين عام جامعه الدوله بيقول ان لقيته كسر الحدود احنا نكسر رجله بدايه يعني ما يفتح المعبر بشكل طبيعي. لا، دخل 750 فلسطيني الى العريش ليشتروا حاجاتهم بعد ما ازداد الحصار عليهم، حتى انهم لم يجد السلع الاساسيه ما كانوش لاقيينها، كانوا بياكلوا الحشائش من الارض فانضطر لكسر الحصار. اشتروا حاجتهم من العريش وكسبوا اهل العريش ورجعوا بشكل ارادي تام. فاكذوبه ان يعني الفلسطينيين الارض البديله والكلام ده كله، ظل ارض الوطن ارض للجميع وارض للوطن وليس الارض لنا الذي نعيش الان، ارض للمستقبل والاجيال القادمه كما هي للاجيال الحاليه. وبالتالي لا يملك لا نظام ولا حتى الشعب نفسه لا يملك التفريط فيها، لان مش ارض الاحياء على هذا الوطن الآن، ده فيه أجيال جاية وجاية وجاية وستصلنا بالخيانة كما نصل نحن الذين خانوا الوطن وفرطوا في أرضه في أم الرشراش التي تسمى الآن ميناء إيلات. هذه أرض مصرية سنظل نذكرها حتى في حالة العجز عن استردادها لحضن الوطن. لا، هذه مسألة لا علاقة لها بالخلاف السياسي ولا بالصراع السياسي. والنظام الحقيقه المؤسف اللي بيدير مصر الان يعني يدير امور كلها بطريقه المكايده السياسيه. انا ما بحبش اقول كلمه المكايده دي لان ساعات ترتبط بجنس معين، لكن يعني فبيزعلوا مني لما اقول النظام اللي يدير البلد بطريقه كيد النساء، لكن في كيد رجال اسوأ من كيد النساء عشان بناتنا واخواتنا ما يزعلوش. اسوأ يا باشمهندسه الحمد لله على السلامه من كيد بشكر الاخ العزيز عصمت واعتذر عن التاخير، وانا كنت حريص احضر من الاول عشان استفيد منه دائما ما احضر لي استفيد منه من دراسته وطنيته ومعرفته الجامعه للقضيه الفلسطينيه ولاحقها. واشكر حضراتكم. اسرائيل هي عباره عن كيان له ثلاث وظائف. واحد انه يكون قلعه استراتيجيه عسكريه رخيصه ومتقدمه للغرب بقياده بريطانيا ثم الولايات المتحده الامريكيه. اثنين، اداه تاديب لكافه الانظمه العربيه
في حالة خروجها عن الحظيرة الأمريكية. نمرة ثلاثة، حاجز ما بين المشرق العربي والمغرب العربي. أنا لو مواطن أمريكاني كنت عملت تمثال لإسرائيل في كل ده، لأنه إسرائيل قدرت فعلا تخلي وتدفع كافة الأنظمة العربية بدون استثناء في الحظيرة الأمريكية. الحجة الطويلة اللي قالها أنور السادات كل متبنيها لما قال في بيان اللي قاله بعد الحرب في البرلمان، قال أنا كان بقالي 10 أيام بحارب أمريكا وأنا ما أقدرش أحارب أمريكا. فتحي رضوان شيخ الوطنيين المصريين بيحكى إن هو بعد تولي حسني مبارك طلبوا حسني مبارك عشان يقول له الناس عايزين إيه؟ كل الوطنية المصرية. فراح قال له كم ديفيت؟ قال له لا مفيش نقاش في كم ديفيت، أنا ما أقدرش أحارب أمريكا. وبالتالي ايه تاني؟ فقال له مفيش حاجه تاني، لو كنتش هتقدر تحارب امريكا قال له تقول لي كابتن ليفن السلام عليكم ورحمه الله. اللي بيتصدر لنا طول الوقت ان احنا لا قبل لنا باسرائيل، رغم انه لما بنحب نسب بعضنا بنسب بعضنا بلفظ يا صهيوني يا عميل امريكا يا عميل اسرائيل. في فعلا مشروع صهيوني خطير وناجح في ان هو يساهم بدور كبير في تهديد وجود عدد كبير من الاقطاب. هي دي القضية اللي احنا عايزين نقولها للناس، هو انه في مشروع امريكي سوري في المنطقة، هو ده المشروع اللي احنا لازم نوقفه، والباقي كله مرتبط بيه او بنتابعه. دي القضية، مش يبقى مجرد ملف من عدة ملفات. وبالتالي القضية مش قضية مصلحتنا ومصلحتهم، لا طبعا. القضية في قضية رئيسية انت بتواجهها. أما يكون في قضية رئيسية لو أنت بتواجهها والأنظمة بتاعتك خايفة من أمريكا وخايفة من إسرائيل، فالحل الوحيد هو إنك أنت تعمل عملية تعبئة شعبية دائمة طول الوقت. والتعبئة التعبئة الشعبية هي الضمان الوحيد بإنك أنت تقدر إنك أنت ما تتكسرش أو ما تتضربش أو ما تتصفاش. بنون كام ديفيد هي القصة طبعاً، إنه بنون كام ديفيد محبوبة، وإن إحنا طول الوقت قاعدين نقول إن إحنا لازم ننشرها، وإن إحنا بننشرها لما تحصل اي كارثه في سيناء زي جنود مصريين اتقتلوا، زي عمليات ارهابيه، زي تهجير المسيحيين. دايما كان قبل كده كان لما يبقى في عدوان اسرائيلي على لبنان او فلسطين في سنه 2006 مثلا في الانتفاضه الفلسطينيه سنه 2000، كان دايما الراي العام المصري بيطالب حسني مبارك هو انت ليه ما بتتدخلش؟ ليه ما بتقطعش علاقات؟ ليه ما بتلغيش الاتفاقيه؟ فكان دايما بيترد ان احنا ما نقدرش نعمل كده لان في بيننا وبينهم اتفاقيه. هذه الاتفاقيه كانت بنانا بواحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. وكنا دايما بنستدعي بنود كام ديفيد لما يبقى في حدث، ومجرد غياب الحدث بيصمت البنيه. دورنا ان احنا نتكلم عليها، وده كان صلب المحاضره اللي فاتت بتاعت ايه هو اللي كنت بقول فيها، ان لما كنا احنا بنقول انه الشعب يريد اسقاط النظام، فايه هو تعريف النظام؟ النظام هو الكتالوج الامريكي لمصر المكون ابواب الخمسه. مساله مبارك والانفاق زي ما قال الدكتور عبد المنعم انه كانت الحسبه هو انه ما يقدرش يامن الحدود المصريه امام حركه جياع فلسطينيين محاصرين مش قادرين يعني يوفروا ابسط ادوات المعيشه، وبالتالي ده كان منفذ تحت الرقابه. وفي قصص تانية تعود إلى سنوات أسلو سمعناها يعني من عدد من الفلسطينيين المتخصصين، إنه كان في مصر مصالح إنه يبقى في سلاح في غزة، وإنه يبقى في مضايقات لإسرائيل، وإنه حتى الهجرة الإفريقية لإسرائيل إن مصر كانت فاتحة حنفية، وإنه كانت شايفة مصلحتها إن هي كويس إنه يبقى في هذا النزناز من الهجرة الأفريقية اللي تلخبط الديموغرافيا اليهودية داخل فلسطين. كان في يعني بعض، لكن الاتجاه العام طبعا كان كام ديفيد، لكن كان في بعض الاجتهادات يمين ويسار. داعش سألت سؤال على داعش ومحمود سأل نفس السؤال، لا هو في فرق ما بين استجابة الناس لحركة معينة. يعني لما انت تيجي تقولي ليه في ال 40 سنه اللي فاتوا كانت الغالبيه او التيار الرئيسي اللي كان في عليه اقبال من الشباب والطلاب الاسلامي
طيب ليه في الخمسينات والستينات كان هو الدار القومي؟ طيب ليه بعد الحرب العالمية أو أثناء الحرب العالمية الثانية ويمكن بين الحربين العالمية الأولى والثانية كان في قطاعات كبيرة من الشباب في العالم والشباب المصري والشباب العربي أغرته الفكرة الماركسية والفكرة الشيوعية ومواجهة الإمبريالية العالمية في خناقة واحدة إلى آخره؟ في كل فترة من الفترات في الظروف ممكن تبقى في حركة مغرية، مش بالضرورة ان هي لما تكون مغرية وده مربط الفرس في كلامي ان هي تبقى صح، وانما لظروف معينة. فكرة الاختراق، معظم التفسيرات المطروحة انه فكرة الاختراق اللي بيعانيها كبير من الشباب وقسوة السلطات عندها والرغبة في التحرر من قبض الدولة والشعور بمقدرة على مواجهتها والتصدي ليها تحت أي مشروع أو أي فكرة، ده عامل من العوامل. الكلام بتاع إنه بقايا جيش صدام مش دقيق، لكن إنه في ناس من الناس اللي قووا الأمريكان من المقاومة، منهم ناس من اللي خرجوا من الجيش بعد تصفيته، لكن الوظيفة من هذه الجماعات اللي ما بتحاربش إسرائيل واللي طول الوقت قاعدة تخطف بالمصريين واللي بتدي لإسرائيل ذريعة إن هم تعمل تحالف وتنسيق استراتيجي بين مصر وإسرائيل، واللي بتحول العنوان في المنطقة من الربيع العربي والثورات العربية إلى مقاومة الإرهاب العربي، ما العنوان دلوقتي في مرحلة مقاومة الإرهاب العربي. الوظيفة الوحيدة اللي باينة لداعش دلوقتي هي تحالف المجتمع الدولي كله ضد الغضبة الشعبية اللي تمت في الأربع خمس ست سنين اللي فاتت، إجهاضة بعد عجزهم عن الحوار. هو أصل إخواننا بياخدوا لما بنقول إن داعش مشروع مرتبط بالصهاينة كأن المقاتلين الداعشيين سواء في الشام ولا دول مجموعة من اليهود أو من الصهاينة أو المشروع الصهيوني أو عملاء أجهزة المخابرات سواء الأمريكية أو الصينية، تتصل بكل واحد على حلو وتقول له ازيك يا احمد اخبارك ايه عملت ايه؟ المساله مش كده. احنا بحكم العمل الاغاثي الانساني ايام قضيه افغانستان كان هناك تنظيم القاعده، عموم اهل التنظيم اعضاء التنظيم وحتى عموم قيادات بيبقى دوافعهم دوافع دينيه ان هم بيجاهدوا لتحرير ارض المسلمين في افغانستان من المحتل السوفيتي. اجهزه المخابرات الكبيره زي الامريكيه او بتعبس بهذه النوايا الطيبة أو النوايا التي ظاهرها حسن، بتعبس بها بالسلاح وبالمال والمدهب كذا وكذا وكذا، مش بتجيب الناس تقول لهم تعالوا انتوا عندكم يا بتوع داعش يا مقاتلي داعش محاضرة النهاردة مع بنيامين نتنياهو عشان يقول لكم تعملوا ايه. وده اللي بيخلي بعض الشباب اللي بياخد المثال ببساطة يقول لك بقى معقولة الناس دي اللي هم بيحافظوا على الصلاة وكذا ويقولوا الإسلام والدين دول معاهم عقامات العمالة؟ مع تطور أجهزة الاتصال والدوام واستغلال السذاجة التي تتسم بها معظم الحركات الإسلامية حتى السلمية فضلاً على المسلحة، كل واحد الخريطة بتاع داعش وتفاصيلها سواء في الشام أو غيرها. أنا قعدت مع ناس خبراء تعرفها إنسانياً لما اقتربوا من هذه المنظمات وعرفوا تفاصيل عنها وكذا وكذا، كلها أصابع بتلعب وبتعبس وتترك السلاح يمر عبر خيار الناس في دول الخليج والأموال عبر خيار الناس اللي بيتبرعوا لوجه الله من أجل تحرير الأرض اللي كذا واللي كذا واللي كذا والعناوين والقضايا دي. ويمكن يعني لو تفتكروا أيام قضية أفغانستان رغم إن إحنا كنا كإسلاميين لنا مشاركة في العمل الإنساني والإغاثي وإلى آخره، كان لنا موقف بننقد فيه بشدة وكنا رافضين هذا النقد، وهو ان انتوا يا جماعه يا بتوع الاخوان حينئذ رحتوا قاتلتوا في المشروع الصهيوني قتلتوا فلسطين ضد الصهاينه وترفضوا الان ان تقاتلوا السوفييت مع اخوانكم من افغان. كان السبب الرئيسي هو حاجتين، ان العبث اللي موجود باجهزه مخابرات عالميه وان الامريكيه بشباب من خير شباب الوطن عاوز يساعد اخوانه ولا حدش بيشكك في نيه حد في افغانستان، فانت كنت هتتحط في سياق حاله بتديرها المخابرات مش بشكل ظاهر. السبب الثاني والاساسي اللي احنا كنا واخدين قرار بناء على طلب رجال القيادات الافغان نفسها في الوقت ده
ان احنا لازم لا نريد مقاتلين، احنا عندنا ناس عاوزه سلاح مش عاوزه، وعاوزه تموت بكره من الافغان انفسهم، وعندهم هذه المقدره على الجهاد لتحرير ارضهم، وانهم اولى بتحرير ارضهم، وان مشكلتهم مشكله ان حد يديهم سلاح. ولما فعلا اعطي لهم طائرات في الوقت ده، حينما قرر بقى الامريكان انه يهزموا الروس، بل كانت الحرب الاولانيه سبب من اسباب سقوط الاتحاد السوفيتي، السبب الرئيسي انتوا المعركه كل ده راسا على العقل. فهي المساله بتبقى كده، مش المساله ان الحد يقول لك بقى معقوله داعش كده. وبالتالي حتى دفع بالافكار اللي منتهى التطرف من كتب الفقه القديمه او الحديثه او فتاوى بعض المجانين العلماء المجانين زي حرق الناس ودبحوهم و لازم كله الجماعه بتوع داعش جايبين له فتاوى وجايبين له دراسات قديمه لكنها شاذه زي ما كل الافكار ايا كانت بيبقى فيها افكار شاذه. هذه كلها مسائل مختلفين فيها، ولما تشوف امكانياتهم والتصديرات الفقهيه ليهم، انا بتصور خريطه داعش واساسها ده تطوير لفكره الجهاد الدموي او الجهاد بالروح في سبيل الله، تطوير سيء لهذه الفكره اللي هي فكره نبيله اصلا، فكره ان 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 المسلمين يجاهدوا ويقاتلوا من اجل حقوقهم. لكن كيف وهاب مش كل واحد يروح شايل بتاعه يروح يقول لك لا، عبر جيوش نظاميه تنتمي لهذا الشعب وترتبط به وتخلص له، مش عبر ان كل واحد يعمل تنظيم مسلح ويعمل كذا او كذا. الفكره دي بقت موجوده، والسبب في ايجادها بالدرجه اللي هو ايه؟ الانظمه الفاسده بتاعتها. ما هو لما انت بتقول هو عشان نبقى امناء، هو الاستاذ البنا لما كان بيحس الشباب على الجهاد في سبيل الله نعمله تنظيم عسكري عشان يسقطوا الملكيه ولا يسقطوا الدوله ولا يحاربوا، لا، ان انت تتعود على انك تضحي من اجل وطنك وتمارس الجهاد والموت في سبيل الله، لكن عبر جيشك المنظم، جيشك الوطني اللي المفروض تنتمي ليه وتحبه وتحرص عليه، وليس عبر عمل تنظيم مسلح ملاكي كده وده يعمله تنظيم وده يعمله تنظيم تبقى فوضى عسكريه. هذه الفكره النبيله تطورت في الاتجاه السيء، بقى في تنظيمات مسلحه، وبدلا من الثور على الانظمه المستبده والفاسده بشكل سلمي واللي ثبت انه ياتي بنتيجه افضل بكثير من اي عمل مسلح، وانا يعني تطورت الفكره في هذا الاتجاه. القاعده داعش هي تطوير لحد القاعده، القاعده موجوده، والقاعده عمليه فكره المولد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، الفكره اللي بقول عليها تطورت في هذا الاتجاه من تنظيمات اسلاميه تعبث بها اجهزه مخابرات واجهزه صهاينه وكذا، مش بصوره اللي بتخلي صعب على مخك بعض الشباب يقول لك ازاي دول ازاي صهاينه يعني بيعملوا كذا وكذا وكذا، الى حد ان هم يحولوا بينهم وبين ان يطلقوا صاروخ واحد على الصهاينه، لان ده مش في مشروع. هم دائما افكارهم المكتوبه واللي بتتسرب ان العقبه امام تحرير فلسطين هي الانظمه، وبالتالي الانظمه العربيه المستبده والفاسده، وبالتالي لازم نسقط هذه الانظمه الاول اذا كنا نريد تحرير فلسطين. مع ان الفكره صح، بس تسقطها ازاي؟ بقتال مسلح. ثبت عبر كل الحركات الاسلاميه على مستوى العالم ان فكره المواجهه المسلحه مع الانظمه فكره فاشله. فاشله وخسائرها الشديده واللي احنا بنشوفه هنا وشفناها قبل كده ومع المجموعه بتاعت الجماعه الاسلاميه وجماعه الجهاد، فكره فاشله، وان سلميه اي ثوره في ثورتنا على اي نظام مستبد وفاسد مثل الانظمه اللي بتحكمنا بقى لنا 60 سنه، سلميتها هي فعلا الطريق الصحيح لتحرير الوطن من هذه الانظمه، وليس القتال المسلح اللي بيسقط سواء من ناحيه الجدوى من مقدره او الخسائر او ان هو فكر فاشل.